السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على فكرة يا جدعان، أنا لابس بنص كم، مش عشان مثلا أنا كبير، لا لا خالص، لابس بنص كم عشان أقفل كل حاجة عندي، تمام؟ فالجو إيه حلو، هنشوف. بس في أمر أجرب اللعبة دي أصلا، فإحنا هنشوف. بيقولي تشوز، يعني اختار ما بين كاشير، كوك، بيتزا بوكسر. إن أنا يعني أحط البيتزا في ابتدى في البوكس بتاعها، يعني دليفري. انا اجرب الدليفري. تعالى يا عم نشوف. انا اصلا كان نفسي من زمان اشتغل دليفري كاش قوي. طب من اول كده اديني فلوس. طب كويس والله، هادي. ايوه هنروح فين بقى؟ برضو كاش قوي التاني ده. انتوا فين؟ اركب العربيه يا ولد. كده يعني كده نروح نوصل الاوردر للعميل. ده ورا العميل، ورا. يا نهار اسود. طب انزل. طيب هنا نعمل ايه بقى؟ اطلع يا اسطى فوق، نشوف هيديني تيبس ولا لا. ده قفل في وشي يا عم. افتح تاني، انا عايز تيبس اي حاجة يا عم. افتح. ده قفل في وشي يا جدعان، انا اصلا ما اعرفش ليه قفل في وشي. طب والله ما وصل لك اولدر تاني. انا وفين بقى المحل بتاعي؟ اهو انزل يا عم. واحد تاني رايح يقدم اوردر اهو. يلا خد اي اوردر. ايه ده كله؟ ده انا اخدت كل الاوردرات اللي موجودة بالكنزات بقى، بكل حاجة. ماشي تعالى. حاسب يا اسطى، بيقول لي خش يمين. عند الراجل هنا اهو. معقولة هو الراجل؟ هسيبه وامشي والله. نادي واحدة. تعال كده نشوف اوردر تاني نوصله. البلد كلها اوضة وصالة. هو فين المطعم؟ ده ايه النهار اسود؟ كنت هتقلب العربية. هو فين المطعم؟ أول مرة أشوف واحد بيتوه عن مكان الشغل بتاعه. تعالى كده نمشي ورا الواد ده. يا عم استنى. طيب والله ما أعرف المكان فين. همشي ورا الواد ده. دي بيت. يا نهار اسود بنت جريت. يا نهار اسود بنت جريت. وفي مكان المطعم بتاعي. اها مش ده. لا طب استنى كده اهو يا عم، بس عمال الف عليه. عايزين اوردر بسرعه كده يتجهز. في كان زي بيبسي اهي. طب ماشي. طب البيتزا فين؟ اكيد في حد خد العربيه. طب ايه؟ طيب انا اخدها جري ولا ايه؟ ماشي. ما هو انا كده همشي على رجليا. في حد جه، في حد خبط زي الحمار. تعال تعال. اروح فين؟ اهو البيت اهو. تعال. طب انا عايز تيبس. طيب اي تيبس يعني؟ عايز والله كامل حقي التجميع يا اسطى. افتح يا اسطى، عايز تيبس.
يا اسطى. برجع بظهري والله العظيم، ولا احسن اسوق. حاس يا ولد، فين الاوردر البيتزا يا جدعان؟ وانتوا ليه بطوء كده؟ يا جماعه فين الاوردر البيتزا؟ فين؟ امشي يالا، مفيش تاني اوردرات ولا ايه؟ طب ما تيجي كده نجرب نبقى مثلا طباخين مثلا او كاشير. كاشير بلاش، عشان ايه؟ انا لو كاشير المطعم هيطلع مديون. هات لي ابقى طباخ. او يا ابني اقولها كده، تصدق الطباخين بيكسبوا فلوس؟ اقفل بقى ال هو فين؟ اه ده انت طباخ على قدك. لا ده في بيتزا كده بتتحرق، دي ما ينفعش تطلع للعميل محروقه كده. عم ابعد. هات يا عم. يا اسطى يا اسطى، هو ازاي كده واقف على الاكل برجليه؟ يعني الناس بتطلب اكل ايه بالهبل؟ والله العظيم انفع. ليه لسه 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 ما اتسويتش؟ استنى يا عم، انت يا حمار. المفروض هنا يكون في مفتش يجي يشوف الدنيا بايظه ازاي. تعالى يا عم، الاكل بايظ، الاكل كله بايظ. صدق ان الدليفري احسن كمتعه في اللعبه. في صراصير في الارض. اه ارمي في الزباله. والله عيب يا جدعان، المطعم هيبوظ كده. هنشوف البيتزا التانية. بص القرف يا عم، احنا والله ما هننضف فراكم. ده في اولدرات طلع ايه؟ تمام. اوكي نشوف الدنيا بره ايه عامله ازاي. هما فين بتوع الدليفري؟ فين؟ وصل الاوردر، انجز يلا. مشوفش حد قاعد الا انا. طب ما تيجي بقى نجرب الكاشير بالمرة. طيب بس نسوي دي اخر بيتزا نسويها طبعا في واحدة في الارض. هو من المعفن اللي كان اسمه احمد، هم اصلا مش عايزين دي اصلا. يا عم ابعد بقى، ارمي يا عم. هنجرب الكاشير دلوقتي احسن من اولها. فلوس ماشي. فين الزباين؟ واحد جاي اهو فرحان لي كده. رقم ماشي. ويلكم مي اي تيك يو اوردر. احنا عندنا انجليزي ضايع. اي ام ريدي. ماشي، عايز البيتزا دي. هو ده الكاشير اللي عندكم؟ امال فين الفلوس والحسابات وال... ده الموضوع طلع سهل. حرف الاي. انت عايز ايه؟ مش فاهم برضه.
كنت هتضربني ولا ايه؟ هو ليه عامل يتنرفز قوي كده؟ لما نشوف ده عايز ايه. اي نو ده عايز كنز بس كده. في واحده جايه ايه يا عم؟ انا هاني اهو طالع عندي. تعال يا اسطى تعال تعال. حرف الايه؟ ده اللي انا فاهمه. عايز ايه بقى؟ عايز ايه؟ كنز. دي الناس التعبانه دي عايزين نشغل المحل. تعال يا عم ماشي شغلك انت هنا ماشي. تعال بيبروني. طب ايه؟ طيب هطلب ولا ايه؟ اطلب يلا البيتزا بتاعتك. ده شكله تعبان وعايز البيتزا اللي هي الرجيم. يا عم انت جاش دماغ امي. حاسب تعال وان سكند بليز. برضو البيتزا الرجيم دي برضو. تعال يلا انا مستنيك. انت تاني بروني اهي يا عم. يلا اطلب يلا خلاص بقينا خبره. ان شاء الله يا شباب يكون المقطع عجبكم. تمام تشوفوا في القناه وفعل زر الجرس. شكرا سلام.